العوافي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم بنطلع عليكم لحتى نحكي بموضوعين اساسيين خاصة فيما يتعلق بالاعلام، ولما نكون عم نحكي عن الفتنة يعني معناتها عم نحكي عن اعلام يكون مساهما بطريقة مباشرة او غير مباشرة بإثارة الفتنة والنعرات الفتنوية الفئوية من ضمن المجتمع والشارع المسيحي، خاصة الشارع المسيحي والشارع الإسلامي، خاصة أنه نحن بوقت عم نتعرض فيه الكيان اللبناني والدولة اللبنانية والجمهورية اللبنانية عم تتعرض لأقصى حرب ممكن توقع عليها وعلى شعبها. ومن كل بد لما نحكي عن هذا الموضوع يجب أن نستقبل إعلاميين لهم الوزن لهم القيمة وهم مقاومون، وأنا باعتقادي الشخصي وباعتقادي المنطقي أن من يكون قريبا من المقاومة ويدافع عن مبدأ المقاومة يكون مليئا بالأخلاق وما بيكون فتنوي وما بيكون ما بيرمي حرام على الآخرين، خاصة بالوضع اللي عم بيعيشوه أهلنا المشردين من ضياعهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم، وعم بيسكنوا عند إخواتهم اللبنانية الآخرين، وفي كتير عم بيصطادوا بالمي العكرة لحتى يقلبوا المجتمع المستقبل للضيوف، هودي ضيوف وهن أهل البيت، لحتى يخلقوا فتنة طالما العدو الإسرائيلي عم بيعجز بالميدان عن تحقيق أي تقدم عسكري. واليوم شفنا شو صار بالعدو الإسرائيلي وبجيشه على مشارف مدينة الخيام الأبية يلي كان إلي الشرف من حلقتين أعمل اللايف باسمها. اليوم هيدا اللايف باسم بنت جبال، المدينة المقاومة، المدينة التاريخية، المدينة المتجذرة بعمق التاريخ والتي تتعرض لشتى أنواع البربرية الهمجية الإسرائيلية عليها وعلى شوارعها وعلى أهلها. وأكيد مستقبل ابن بنت جبال الدكتور وسيم بزي، هالإعلامي الرصين، الإعلامي المثقف والإعلامي الأخلاقي الذي يتمتع بالأخلاق، لأنه أول صفة للإعلامي أن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية ويكون مترفعاً. لهالسبب اليوم كتبت بوست عن عدة أشخاص سميتهم، وفي كتار نقزوا أنه ليش عم تحطهم هودي الخليط مع بعضهم، ما بيركب. لا بيركب، لقلكن ليه. سفاح القربة هو من أصعب الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان. يعني كيف؟ يعني لما يكون خيك، مش صديقك، خيك ويطعن فيك ويرتكب هذه الجريمة النقراء بحقك، فما بيعود العتب على الخصم أو الإعلام الخصم يلي منعاني منه صرنا سنين وسنين، هالإعلام المأجور واللي بينباع وبينشرى بحفني من الدولارات. لهالسبب وقع الأخ بيكون أقسى بكتير من وقع الخصم، لأنه بتعرف الخصم وبدك تنطره، الإعلامي الخصم الكاذب الحقير الحقود بدك تنطره يطلع يحكي عليك اللي بدك إيه، ويسب المقاوم ويسب التيار ويسب الدنيا كلها، بينما الإعلام الشقيق والخي يلي من المفترض يكون إنه هو بجو المقاومة يجب أن يتمتع بالأخلاق، لأن المقاومة بحسب التعريف الدولي وبحسب التعريف الإنساني المقاومة هي مبادئ سامية، وبالتالي من يقاوم لا يكون مناقض لهذه الصفات، خاصة ما بيطلع بيتهجم على شخصيات وعلى ناس عم بتقوم بأكثر منطقتها من أجل حماية ظهر المقاومة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. مش هيك حطيت غادي فرانسيس وحطيت حسن الدر وحطيت محمد يعقوب وحطيت فادي أبو ديا وحطيت توني أبي نجم وشار جبور ومارسيل غانم وجوزيف أبو فاضل، والتسمية تطول وتطول وتطول، يعني حطيتهم بنفس المعيار. ليش؟ لأنه الأقربين منك بيطلعوا وبيصيروا يزتوا الفتنة ومش عم بيهدوا، بدل ما يعملوا على درء الفتنة وترطيب الأجواء بين المستقبل والمستقبل، لا عم بيزيدوا بهذا الموضوع من أجل ولادة الشرخ، وهون بيكونوا عم يخدموا العدو الإسرائيلي من دون أي حساب ولا حتى مجانا. على كل حال راح أحكي بهذه المواضيع، وراح أحكي بما جاء بمقابلة نجيب مئاتي رئيس حكومة تصريف الأموال وتصريف المواقف مع تلفزيون الجديد، واللي كان في كذا نقطة
كان من المتوجب على الإعلاميين اللي ذكرتهم أنه يفندوا نقاطه ويهجموا عليه بطريقة إعلامية محترفة ويحطوه عند حده ويفقطوا النقاط والحروف في هذا الموضوع. ولكن قبل خلينا نستقبل ضيفنا العزيز الدكتور وسيم بزي ابن بنت جبيل، بنت جبيل المشلشة بالتاريخ اللبناني ويلي عمرها يتجاوز 3467 سنة، وهي سميت ببنت جبيل، هي تسمية سريانية نسبة لأنه أصل التسمية كانت بنت الشمس أو بيت الشمس، بالتالي أنثت عندما عربت وسميت بنت جبيل، ولكنها هي بنت أو بيت الشمس، خاصة أنه بيت يحون عيترون كلهم رح نجيب سيرتهم الله راد. وبالتالي اجت أميرة من بيبلوس من جبيل نزحت إلى المنطقة اللي سميت من بعدها بنت جبيل، وهونيك عملت مقر إقامتها وسميت تيمنا ببنتها يلي سمتها بيت شمس، وكان اسمها بنت جبيل سابقا بنت الشمس أو بيت الشمس، وغيرت لاحقا وسميت ببيت جبيل أو كفر جبيل، كان اسمها كفر جبيل كمان وصارت بنت جبيل. وكان هيدي التسمية سنة 1567 قبل الميلاد، مما يدل على أنه بنت جبيل متجذرة بالتاريخ ومتجذرة في الأرض وفي الجنوب المقدس منذ أكثر من 3500 سنة. رح نكون مع الدكتور وزين بزي لنوقف عن آخر المعطيات، إن كان على مستوى المفاوضات ولا على المستوى الميداني، لحتى نوقف عند رأيه، لأنه بهمنا نطلع إعلاميين بكاليبر يلي بيتمتع فيه الدكتور وسيم بزي، الإنسان المثقف، الإعلامي المثقف، الإعلامي الذي يتمشى بين الحروف كي لا يقع أحد بالمحظور، ويلي بيتمتع بالدماثة والأخلاق العالية، حبذا لو كتار من الإعلاميين في لبنان من خط المقاومة ومن خارج خط المقاومة أن يتمتعوا بذات الصفات التي يتمتع بها الضيف العزيز. الله معك دكتور وسيم حبيب القلب، كيف الأحوال وكيفك بهالمحنة يلي بعرف حضرتك شو عم بتعيش هلأ، خاصة أنه بدي أرجع عزيك بالعلن على وفاة شقيقك دكتور دكتور وسيم. حبيب القلب أنت معزتك غالي علينا، ونحن بأصعب الظروف لما أنت بتطلب مننا شيء نحن ما فينا إلا نلبيك أستاذ فادي. الله يديمك يا دكتور وسيم، وأنا بتفهم عذابك وتفهم هالجراح يلي عم تعجوها وهالقهر وهالزل، بس أنت بين أهل بلدك وأنت بين أحبائك وبين إخواتك، وكلنا إخوة لإلك ولعائلتك دكتور وسيم حبيبي. الله يخليك، نحن ما عندنا شك بشعورك الوطني، وما عندنا شك بمناقبيتك، وإنك أنت إنسان دائما تمثل مساحة جمع بين اللبنانيين، وإنه لمثلك أستاذ فادي دائما الواحد براهن إنه يكون نموذج لما نتمناه بهذه اللحظة. وعلى كل حال كل الشعب اللبناني لم يبخل باستقبال النازحين من أهل الجنوب والبقاع والضاحية، خاصة أنه كل يوم وكل لحظة وكل ساعة عندنا مشروع هجرة جديدة ناطق باسم جيش العدو. قبل لحظات من الآن وجه أوامر إخلاء لمن تبقى من أبناء مدينة النبطية الجنوبية، وواضح أنه هذا المسلسل بإرهاق الناس واستمرار الضغط النفسي عليها هو أداة من أدوات الحرب على توحشها، على نسبة الظلم فيها. مع هذا العدو بدك تتوقع كتير ابتكار وسائل تعذيب نفسي ومعنوي وأخلاقي إضافة للتعذيب الجسدي. ويبدو بكل أسف أنه هذا الفلتان لهذا الوحش لا زال مستمرا، وبالتالي أستاذ فادي بدنا نوطن نفسنا على التحمل ما دامت الخيارات المتاحة باتجاه البحث عن حلول لا زالت تواجه إقفال، مثل المشهد اللي شفناه اليوم بظل فشل زيارة أموس ومكورك لكيان العدو. طيب من هالمنطلق دكتور وسيم، هل تعتبر ما تقوم به الآلة الوحشية العسكرية الإسرائيلية البربرية
ضد أهلنا بالمدن والقرى والبلدات الجنوبية أو بالبقاع أو بالضاحي هو نتيجة عجز جيش العدو عن تحقيق أي تقدم ملموس على مستوى البري؟ يعني هني أكيد عم نحكي تقريبا عن شهر وأسبوع على بداية هذه الحملة. هاي الحملة إلى أوجه متعددة استاذ فادي. العنوان الأساسي لإلها طبعا واللي هو بيمثل قدرة العدو الاستثنائية هو سلاح الجو، واحد. اثنين، القدرة النيرانية غير المسبوقة موفرة لهذا العدو من قبل الغرب كله، هيدا منه سر، أمر معلن. نعم. ثلاثة، قدرته على تسخير هاتين القدرتين مع التطور التقني الاستثنائي الموفر له، وليس هو من إبداعاته، رغم أنه هو قاطع طور كبير بتسخير التكنولوجيا بخدمة الفعل العسكري، لكن الأساس بما أنجزه حتى الآن هو له علاقة بتوفير القدرات الغربية بخدمته، له علاقة بالذكاء الصناعي وبالإطباق الإلكتروني والسيبري وغيرها من عناصر التطور بإدارة الحروب. هيدا وجه من وجوهه واللي هو بفضل أن يكون ذراع قوته الأساسي، وعم يستخدمه هو طبعا بمعركة كي الوعي، بالنيل من الوعي الإدراكي للناس وللشعب لحتى يسقط أمام هذا النوع من الضغوط الصعب جدا. تدمير مثلا بالضاحية كل ليلة 20 غارة، 15 غارة، 10 غارات، هلأ بدون حسد لليلة الرابعة على التوالي ما في غارات على الضاحية، لكن هي المنهجية المعتمدة منذ انطلقت العملية على لبنان. هيدا الذراع الأول اللي قلت لك إياه. الذراع الثاني هو وسائل التصدي والحماية اللي بيميكها بالداخل لمواجهة صواريخ المقاومة ومسيراتها. والذراع الثالث أستاذ فادي اللي هو بيحاول يتجنبه قدر الإمكان هو ما يسمى بالالتحام المباشر بالبر، لأنه بقدر ما هو نقطة ضعفه الأساسية التي لا يريدها، رغم نشره لخمس فرق على الحافة أو على ما يسمى خط الحدود أو الخط الأزرق، وهو الخمس فرق في وراهن فرقتين أستاذ فادي، وفي ثلاث ألوية إضافية، يعني المنتشرين على الحافة وخلف الحافة هني 24 لواء. الفرقة 146 منتشرة بالناقورة، بتيجي حد منا مباشرة بمنطقة مروحين، يارين، الضهيرة، أم التوت، وصولا لعيت الشعب الفرقة 36، من عيت الشعب لرماش، عين قابل، يارون، مارون الراس، بنت جبال، عيطرون، الفرقة 91 اللي هي فرقة الجليل التاريخية، بعدين بمنطقة من ماس لحولة لمركبة العديسي فرقة الذروة اللي هي الفرقة 98 اللي هي لواء المظليين ولواء الكوماندوس واللواء المدرع السابع، بعدين بأقصى الشرق من الخيام وطلوع على مزارع شبع عندنا الفرقة 210 اللي هي تاريخيا فرقة الجولان المكانية. هول كلهم أستاذ فادي لا يقل عن 75,000 جندي إذا افترضنا أنه الفرقة من 12 ل 15,000 بتنزل أو بتطلع. هول إلهم شهر وخمسة أيام، عملت لك هيدا التفصيل لأقرب لك المشهد. أقصى ما استطاعوا إنجازه رغم كل المسح الجوي بآلاف الغارات إلى سنعة هاي المنطقة، انهم قدروا فاتوا على جزء من ضيع الحافة الأساسية. كل المناطق اللي فاتوا عليها فخخوها ونسفوها بالكامل، لكن بالدخول اللي عم يعملوا لا عم يعملوا تمركز وإقامة ولا عم يعملوا تثبيت، عم يرجعوا يتراجعوا لأنه عندهم خوف انهم يبقوا رغم كل هيدا، لأنه صاروا دافعين بهول الخمس أسابيع أستاذ فادي باعترافهم هني، ما بدي أخذ أي أرقام تانية،
49 ل 50 قتيل مع السبعة اللي سقطوا اليوم، و1000 الله يزيدهم. ل 1100 جريح باعترافاتهم هن، 1000 ل 1100 جريح، وعم نحكي تقريبا عن 35 يوم. السؤال الأساسي اللي عم بيواجه العملية البرية الآن، خاصة بعد فشل زيارة أموس وماكورك اليوم، هل كيان العدو لديه كثير من الخيارات على ضوء إصرار نتنياهو عصر اليوم بخطابه بالنقب بتخريج دفعة من الضباط على استمرار العملية والحديث بتهكم مش عن 1701، عن 1559 كمان، بتهكم على الأمم المتحدة وقراراتها وعلى كل الشرعية الدولية؟ يبدو أنه عنا خيارين. الخيار الأول أن يندفع لمرحلة جديدة ما بعد الحافة باتجاه عمق أكبر يحاكي المستوى الثاني من الضيع والقرى، وهذا يتطلب عديد أكبر، مخاطرة أكبر، وبالتالي كلفة وثمن مدفوع أكبر. ونحن عم نحكي لأول مرة السبت والأحد والتنين جاي شتاء لأول مرة على لبنان، وهذا تحدي استثنائي له علاقة بقدرة الطيران والمسيرات وبحركة الدبابات بظل الوحول، وبالتالي هو وحل حقيقي الآن يستدرج إليه العدو لحرب استنزاف طويلة. إذا ما بده يقبل العرض لأصلا تفاهم على أموس بيروت، وهو الذي بادر إلى طرحه مع الرئيس بري وكذلك مع الرئيس مئاتي، وهو عرض مكون من 4 نقاط واضحة لا لبس فيها، هي تمثل الثوابت الوطنية اللبنانية بموضوع مقاربة وقف إطلاق النار على الجبهة. واضح رغم الأجواء الإيجابية التي أشيعت أمس بعد ما اتصل رئيس الحكومة مع أموس قبل المقابلة المحلية اللي عملها امبارح، قال له كلمة أموس، قال له اليوم أحسن من الأمس. نعم. هذه ألو دكتور وسيم، أشهر ايه دكتور وسيم عم بسمع. ايه شو هن النقاط الاربع دكتور وسيم بحسب معرفتك؟ لانه حسب معرفت انه حضرتك اطلعت على المسودة للاتفاقية او لمشروع الاتفاق. كل ما سرب بوسائل الاعلام امبارح واليوم لم يكن دقيقا. هن 4 نقاط واضحين جدا. الأولى هي وقف الأعمال القتالية، إذا ما بدهم يسموه وقف إطلاق نار، وهو بعده لحد هلأ بجنوب حتى الآن بعد 17 سنة بعده اسمه وقف الأعمال القتالية. نعم. اثنين، انتشار الجيش اللبناني، الجيش جاهز رغم ظروفه الصعبة لنشر 8000 جدي، في منهم 4 أو 4200 من تشرين هلأ بالأساس، لكن ببدلوا 2000 بـ2000. قادر الجيش بصعوبة أنه قبل ما يطوع طبعا ونحكي عن عديد جديد، قادر ينشر 8000. هي الخطوة الثانية، انسحاب العدو خلال أسبوع من كل المناطق اللي دخلها بالأرض اللبنانية، انتشار الجيش واليونيفيل بمنطقة جنوب النهر ومنع أي ظهور مسلح في هذه المنطقة. هيدا كله بصير بالفترة الأولى لمدة 60 يوم، وبعد ذلك يبدأ الحديث لأول مرة عن ما يسمى محددات التطبيق اللي إلى علاقة بلجنة الإشراف، اللي إلى علاقة بالدول اللي بدها تكون موجودة. هي عمليا راح تكون اللجنة الثلاثية التاريخية تاعت الناقورة، أمريكا ولبنان والأمم المتحدة وكيان العدو، راح يضاف إلى فرنسا فقط، هيك كان العرض. ولبنان أبلغ أموس هوكشتاين اللي هو حضر معه جاب الملف وناقش فيه المسؤولين، صار فيه بالنقاش بعض التعديلات، وافق أموس على التعديلات، وحينها ذهب إلى أمريكا وانتظر 8 أيام لما بعد الضربة التي تعرضت لها إيران ونقل هذا المقترح
إلى كيان العدو. واضح أنه عدم مجيئه إلى بيروت هو عنوان لفشل الزيارة، لأنه كان في ترقب من المعنيين ببيروت، وأنا عم بحكيك معلومات، أن يأتي إذا حقق أي تقدم ولو مبدئي بهذا الإطار. ذهابه إلى واشنطن يعني أن العملية ذهبت إلى ما بعد 25 تشرين الثاني، موعد الانتخابات عندكم، وبالتالي كل حديث عن أنه نتنياهو ممكن يبيع الإدارة الديمقراطية الحالية ويبيع كاميلا هاريس، هذا الإنجاز ولو نظريا قبل تطبيقه، خاصة أنه بيأثر على تصويت ولايات حساسة جدا ومتأرجحة وحاسمة بمسار الانتخابات، وعلى رأس ميشيغان، يبدو أن نتنياهو لن يعطي للديمقراطيين هذه البضاعة، وسينتظر نتيجة الخميس. ما بعرف أصلا، ولا حدا عارف إذا بتعلن بعد يومين، بعد 10 من 5 شهر، يمكن نروح على شيء صار بال2000 وقت ألجور وجورج بوش الابن، يمكن ما اعترف بالنتيجة ألجور. وبالتالي هون أستاذ فادي أصبحت مآلات الأمر مفتوحة على حسابات وحسابات كثيرة، لأنه ميشيغان من الولايات السبعة المتأرجحة جدا. نحن مش عم نكبر حجرنا ولا عم نقول إنه هذا اللبنان بغير بموازنة بمعادلات انتخابات أمريكا. عم تحكي حضرتك من ميزان انه القرار هو في امريكا واسرائيل، وبالتالي الانتخابات الامريكيه تؤثر على هذا القرار في الداخل اللبناني. احسنت، تؤثر على علاقه نتنياهو بامريكا، لانه نتنياهو له حسابات شخصيه تتجاوز البعد الإسرائيلي بعلاقة أمريكا التاريخية، لأنه له حسابات هو مرتبطة بمن يأتي على رأس أمريكا. بناء عليه نحن شو عم نجرب نقول بتواضع شديد، إنه ميشيغان ولاية متأرجحة، ترامب ربحها بال2016 لما عمل صحيح. رئيس، وبايدن ربحها بال2020 لما عمل رئيس. لما ربح بايدن الفرق كان بآلاف الأصوات، والآن هذه الآلاف القليلة من الأصوات ممكن أن تحكم خيارات ميشيغان، وممكن من يفوز بميشيغان، وهذا صار متكرر بكذا رئاسة وراء بعضهم من أكثر من 20 سنة، من يفوز بميشيغان هو الذي يفوز بالرئاسة. صحيح. بالرئاسة. لذلك هيدا العدد من أبناء الجنوب واللبنانيين، إذا بدنا نوسع الدائرة أكثر، 873 ألف ناخب لبناني بمنطقة ميشيغان، وبالتحديد بديربورن وبديترويت. أنا أنك عم بتساعدني بالأرقام، لأنه هيك عم تعطيني حجج بتوثق كلامي. لما كان الفرق بآلاف الأصوات، مني ذاكر قديه كان الفرق بالانتخابات الأخيرة بال2020، بس متذكر أنه ميشيغان بتمثل 5% من الناخب على المستوى الوطني الأمريكي، هيك متذكر أنا. كانوا 70 مليون لمصلحة ترامب، و70 مليون فاصلة 167 ألف لمصلحة جو بايدن. عظيم. اليوم في معلومات جرى تداولها ببيروت، وهي معلومات يبنى عليها، إذا بديش أقول دقيقة كتير، إنه انتقاما من موقف الإدارة الديمقراطية، وبعد أن بذل ترامب مساعي كبيرة بالأسابيع الأخيرة لمحاولة مخاطبة الناخبين اللبنانيين والعرب بميشيغان، يبدو أنه 80% من الجالية اللبنانية و80% من الجالية اليمنية، نحن عندنا 3 جاليات عربية كبيرة بميشيغان، لبنان والعراق واليمن، 80% انتقاما سيصوتون لصالح ترامب بتحفظ. عم بحكيها، ما بدي اتبناها بشكل كامل، بس كان عم يجري تداول هذه المعلومات لدى احدى المرجعيات الرئيسية بالبلد اليوم، وهي معنية بتصويت الناس هونيك. الرئيس بري عم تحكي، كانت الادارة الديمقراطية معولة
استاذ فادي على انه تنسج تصويت مؤيد بناء على القدره لامكانيه التوصل لوقف اطلاق نار بالجنوب. هذا الامر لم يحصل، وبالتالي في خلط للاوراق على الاقل بهالجزئيه. ما بعرف اذا راح يكون تاثيره كبير او متوسط، او نحن عم نضخم الامر، او راح تيجي الامور فعلا على هالمستوى المنخار، خاصه انه امبارح السي ان ان عملت استطلاع قالت فيه انه 48% طلع لصالح حارس بميشيغان و 45% لصالح ترامب. اليوم الاحصاء الرسمي دكتور وسيم، بلا قطع لحديثك، اليوم الاحصاء الرسمي اللي طلع اليوم هلا من ساعه ونص بيقول انه في تعادل بالاحصاء اللي طلع بولايه ميشيغان، في تعادل بين ترامب وبين كاميلا هاريس. عظيم، هيدا التعادل، ودايما هامش الخطأ هون بصير لصالح اثنين مش لصالح واحد منهم اللي هو 2.5%. يعني في تساوي عمليا بهاي النتيجة، وأنا برأيي أي تساوي في هذا الواقع بميشيغان يمكن أن يصنف أنه لصالح دونالد ترامب بالمنطق العقلي للأمور. نعم. طيب دكتور وسيم، حكيت حضرتك عن 4 نقاط، بعرف ما بدي اطول عليك، بعرف الوضع. ما في مشكل، انا يعني وقتي هلا قد ما بيسمح لك انا ممكن لبيك. الله يخليك دكتور وسيم. حضرتك حكيت عن 4 نقاط، اول نقطه وقف اعمال الايطاليه، ثاني نقطه انتشار الجيش اللبناني جنوب خط الليطاني طبعا مع اليونيفيل، نعم، انسحاب الجيش العدو من الأرض اللبنانية خلال أسبوع، ومهلة 60 يوم كمهلة تحضير لما يسمى بعد ذلك تحضير لتطبيق المندرجات التطبيقية للقرار 1701، وهيدي واحد من العناصر التي تحتاج إلى تفاوض، لأنه الأساس اللي عم ينقال إنه القرار لم يطبق عام 2006 من الطرفين، وبالتالي النقاش بين المعنيين يجب أن يصل لتفاهمات على آليات تطبيقية بعد 60 يوم. إذا نجح هذا المسار نحكي عن آليات الرقابة الأوسع اللي إلى علاقة بالشروط وما بس حدود الأمر كلها بقلب 1701، لا تعديل على 1701، ما في 1701 بلس، وبالتالي الأمور وطنيا منطلقة من مندرجات هذا القرار. بيقولوا أستاذ فادي أنه 1680 وال1559 بقلب 1701 هذا صحيح، لكن كمان اتفاقية الهدنة لعام 49 موجودة بالمقدمة، وتفاهم نيسان 96 موجودين، وانت محامي وبتعرف تتابع حق نصوص، وبالتالي الاساس انه 1701 بحدود ما يطرحه هناك حد ادنى من القبول الوطني فيه، وما في برايي انا عناوين يختلف عليها اذا اخذنا الامور بحدود ان يطبق لبنان ما عليه، لكن بالمقابل وهون الاخطر ان يطبق كيان العدو ما عليه بظل 39,000 اختراق صحيح جوي وبحري من قبل العدو الإسرائيلي. طيب دكتور وسيم، بالنسبة للبند الثاني من المسودة بتقول انتشار الجيش اللبناني، طيب ألا يوجد شروط من الدولة اللبنانية انتشار الجيش اللبناني يحتم تسليح وقبول الولايات المتحدة وكل من يدعم العدو الإسرائيلي بتسليح الجيش اللبناني بأسلحة دفاعية متطورة وحتى أسلحة هجومية متطورة كي يمنع أي خرق ممكن أن تقوم به الدولة العبرية أو حتى من الداخل اللبناني، يعني حتى ما يكون الواحد بايس، يكون متوازن صح بطرحه صح. طيب من سيشترط هذا الأمر وهل سيحقق هذا الشرط يا دكتور وسيم؟ أنا أستاذ فادي أنا بدي زكي أذكر معك شغلي، قبل بداية معركة 27 الأول 2023 بشي 7 8 شهور، نعم، صار في حادثة ببلدة ميس الجبل، في مواطن لبناني على الحدود بيحتك مع الإسرائيلية، يمكن كان عم بموسم الزيتون أو شيء،
وبتيجي قوة من الجيش وبصير في من ورا الشريط نوع من استنفار متبادل، والجيش بيستنفر بالام 16 تاعته. صحيح. هل تعرف استاذ فادي انه في اعضاء بالكونغرس قدموا شكوى انه هذه الام 16 اللي رفعها صنع عناصر الجيش مزود فيها من الأمريكان. هيدي مقدمة من الولايات المتحدة بشكل مشروط للجيش اللبناني؟ عم بعطيك عيني صواريخ الميلان اللي اعطونا اياهم يمكن بال 2009 وقت نهر البارد الفرنسيين او بعد ال 2009 لما اسرائيلي حط احتجاج وقفوا العدد عند 49 صاروخ وبطلوا يسلمونا، ما بعد ذلك طائرات الميج 29 اللي قدمتهم روسيا مجانا، ادعينا انه ما عندنا مدارج طويله تحمل المدى تاعت هذه الطائرات لنرفض الهبه. أكثر من هيك كانوا عاطيننا قنابل 155 هاوتزر للمدافع اللي عنا. وقت حرب أوكرانيا إجا وفد من قيادة المنطقة الوسطى حكى مع المسؤولين بلبنان بلكي بيستعيدوا هاي القنابل بذروة حاجة أوكرانيا للذخيرة بعد سنة تحديدا من بدء الحرب وشو الروسية كان قرار الدولة أوكرانيا. اللبنانية دكتور وسيم؟ هل أعيدت هذه القذائف؟ رفضت، ما قبلوا ما قبلوا، لا رفضوا رفضوا. عم بحكيك هذا الكلام رسمي على المستوى السياسي والعسكري، رفضوا مجرد الطرح هذا الامر. طائرات الجازيل اللي اعطتنا اياهم الامارات يمكن بال 2010 استاذ فادي اعطتنا اياهم بلا صواريخ هيلفاير بتركب عليهم، وكان يفترض ان تقوم فرنسا بعد ذلك بتزويدنا بهذه الصواريخ. طبعا هذا الأمر أيضا لم يحدث، وممكن أعطيك عشرات الأمثلة لإلك. نعم. الطليان هن اللي دعوا أكثر من مرة لمؤتمرات دعم للجيش بالماضي بثلاث أربع سنين الماضيين. واحد، أمريكا المستثمر الأول ويكاد يكون الوحيد بدعم الجيش اللبناني، وهن مأيدين على الورقة والقلم المليارات اللي عاطينا إياهم. طبعا مش سيول بيعطونا إياهم، بيعطونا إياهم أحيانا سيارات هامفي من قاعدة فيس بلدن مش عارف أي تأجيل مصروف الموترات تاعتهم. أنت بتعرف هيدي النوع من المساعدات اللي بتتقدم. بقول لك أنا بالنهاية بكل هيدا الموضوع إنه قرار حقيقي بنقل القدرات القتالية للجيش لتحويله من مجرد أقل من حرس وطني، عم بحكي بالمستوى، عم بحكي بالمستوى. نعم. ألو دكتور، دكتور وسيم، دكتور وسيم. ألو. إيه دكتور وسيم. ايه عم بس عم بسمعك، تفضل. قلت لك انا نحن عم بحكي بالمستوى التسليحي جيشنا بواقعه الحالي اقل من حرس وطني بكتير. صحيح. وبالتالي ما في قرار غربي حقيقي. صار في مؤتمر مؤخرا بباريس وقالوا انه في 200 مليون دولار، في مشكله كبيره بالنظر الى الجيش بمستوى من عدم الثقه من ان يسلم اسلحه من الطبيعي ان تتمتع بها الجيوش بمنطقه مثل منطقتنا، ونحن بنتمنى ان يكون لدى الجيش قدرات تؤهله للدفاع عن الحدود السياديه للوطن. ويمكن حينها إذا كان الجيش قادر على حماية السيادة الوطنية مقابل العدو الإسرائيلي تنتفي الحاجة إلى المقاومة، أو يمكن أن تنشأ استراتيجية دفاعية تضع قدرات المقاومة وطنيا بخدمة الوطن بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. أنا من هين إن الزاوية دكتور وسيم كنت هديك المرة عم بقول إنه من بعد انتهاء الحرب يجب أن تكون هناك استراتيجية دفاعية، يكون تكون المقاومة بمثابة لواء مثل القوات الخاصة تستعملها الدولة، تستعين بها عند الضرورة لما يصير في اعتداء إسرائيلي، وهيك بيتم التنسيق بين الدولة وقائد هذا اللواء كي لا يتحمل مسؤولية جزء واحد من الشعب اللبناني. دكتور وسيم، شو رأيك، شو حضرتك بتقول بهذا الخصوص؟
أنا بتمنى بس ينتخب رئيس جديد وينتظم عمل المؤسسات ونخرج من هذا الوجع منتصرين، كما بإذن الله. نتمنى ونأمل ونراهن، لأنه هذا فعل إيمان قبل ما يكون فعل تبني. لأنه أنا بقول معك أستاذ فادي إنه في مئات الشباب تقاتل وتستشهد في هذه المواجهة الآن على كل خط المواجهة بالجنوب، مئات عم أقول يقاتلون ويستشهدون، وبكرة بتسمعوا الأرقام، لكن هذا كله لا يفت من عضد هؤلاء ومن إيمان ومن استمرار قدرتهم على تدفيع جيش العدو ثمن كبير جدا، برأيي هو الذي سيكون الفاصل والفيصل في التحول بمسار المعركة، وهذا قادم لا محال. مثل ما أنا وياك عم نحكي مع بعضنا وصوتي مسموع عندك، وهذا الذي سيفرض على العدو بالنهاية قبول المحددات والمخرجات المطروحة. هذا قد لا يحدث إلا بعد استنزاف طويل أو تورطه بالمزيد من الاندفاع نحو الوحل اللبناني، وحينها يفتح مدى الخسائر إلى ما لا طاقة لهم بتحمله. وبالمناسبة أستاذ فادي، المستوى العسكري خاصة الجيش، بنقاش امبارح عصرا صار مع نتنياهو، قالوا له إنه نحن صرنا جاهزين للذهاب إلى تسوية على ضوء ما أنجزناه على الحافة الحدودية، لكن نتنياهو حساباته في مكان آخر. هل بتعتبر دكتور وسيم حساباته لنتنياهو بهذا الموضوع والتعنت برفض أي احتمال لأي تسوية هو نتيجة خوفه من على مستقبله السياسي والشخصي فيما يتعلق بالملاحقات القضائية داخل الإسرائيلي عنده، واثنين لأنه بده يصور للمجتمع اليهودي بإسرائيل وللوبي اليهودي بالولايات المتحدة إنه هو قائد جدير بالاحترام كونه سيحقق ما عجز عنه أسلافه أخلافه؟ حتى بيغوريون هو يعتبر نفسه إنه رجل تأسيس الثاني بعد 75 سنة على تأسيس الكيان، أو هكذا يقدم نفسه، لكن هو ليس أكثر من رجل فاسد يحسن انتهاز الفرص. من لما تربى بأمريكا واشتغل كمروج ماركتينج لبيع الأثاث بأمريكا ونصب عزبوناته بذاك الوقت قبل أن يحدث حول ممثل دكتور وسيم. ألو، ايه عم بسمعك عم بسمعك عم بسمعك دكتور وسيم. هو أهمية شخصيته إنه شخص نهاز للفرص، لا يملك رؤى وليس صاحب مشاريع تاريخية، لكن الظروف التي حكمت منذ عام إلى الآن سمحت له أن ينتقل نقل نوعية بالأهداف وبالرؤى اللي عم بيقدمها. هو أسير لتحالف ديني متطرف، يعني تحالفه معه هو اللي عم بيخليه عمليا قادر على التمسك بالسلطة. باعتقادي أنا موضوعه مع أمريكا بهاللحظة بعد أن تحسنت شعبيته بالمناسبة، وائتلافه وحزب الليكود يتقدم مع جانتس باستطلاعات الرأي بأكثر من 7 مقاعد، وهو أعاد الإمساك بواقع الحياة السياسية بالداخل، لكن يسعى لضمانتين من أمريكا كما سمعت ببعض المعلومات والقراءات. أول ضمانة بده إياها من الأمريكان إنه محكمة العدل الدولية ما تطلع مذكرة توقيف بحقه وتلاحقه، والضمانة الثانية إنه أمريكا اللي بتمون داخل كيان العدو على المؤسسات العلمانية أن أضمن له ألا تعيد المحكمة العليا بكيان العدو طرح موضوع محاكمته، خاصة أنه قضايا فساد الثلاثة المفتوحين عليه، قضية 1000 و2000 و4000، مواعيد المحاكم المرجئة
منذ أكثر من 8 سنوات تستحق بشهر كانون الأول عيدا، ودائما محاكمته الأخطر والأكبر إلى علاقة بمسؤوليته عن طوفان الأقصى، وهو موضوع تشكيل لجنة تحقيق قضائية أو حكومية على غرار لجنة فينوغراد. صحيح. طيب دكتور وسيم، هون بدي فوت معك شوي بس على المستوى الداخلي. في كذا صوت عم بيطلع فيما يتعلق بموضوع جبهة الإسناد، هل كانت المقاومة، سؤال بكل تجرد يعني وبكل شفافية، هل كانت المقاومة محقة في اعتماد جبهة الإسناد أي الوصل بين غزة ولبنان؟ وفي حال نعم، وين كانت النقاط الإيجابية وين كانت النقاط السلبية بهذا الموضوع؟ وفي حال النفي، أين هي كانت أيضا النقاط الإيجابية والنقاط السلبية بهذا الموضوع؟ أنت عارف إنه هذا موضوع على انقسام عمودي أستاذ فادي، نعم وإنه البلد مقسوم حول مقاربة الأمر، وهيدا الانقسام مرتبط بالمرتكزات التي يعتمدها كل من أصحاب وجهتي النظر حول شرعية ما ذهبت إليه المقاومة لإسناد غزة أو عدم شرعية ذلك بالمعنى الوطني للكلمة، وبالتالي طبيعي أن يكون هناك انقسام رؤيوي ما دام هناك اختلاف بالمفاهيم التي ترتكز عليها كل من النظرتين. بغض النظر أنه الشيخ نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله عمل مطولة حول رؤية حزب الله لموضوع جبهة الإسناد، وهيدي بالأخير وجهة نظر إلى مجموعة محددات بالنسبة للمقاومة، لكن رأيي الشخصي أنا كمراقب مستقل أن منطق الذرائع، وهذا كمان قاله الشيخ نعيم بالنسبة لهذا العدو منذ تأسيسه عام 48 لا يحتاج إليها، هذا صحيح. العنصر الأول، الذريعة ما إلى معنى مع هذا العدو. الدليل على هذا الأمر أنه هذا العدو اعتدى على لبنان وعمل مجزرة حولة بال49، واعتدى بال55 على منابع الوزداني، واعتدى بال68 على مطار بيروت، ودائما بعد لك أمثلة عديدة أنا بال72 ببيروت بالحمرة، قبل أحسنت اغتيال بال72، الاجتياح لحد أنا وجوية بال72، بال73 أيضا عمل عدوان صغير، بال78 عمل عملية الليطاني، بال82 اجتاح لبيروت، عندك ال2006 بالعدوان التاريخي، وعندنا هلا موضوع عندك نيسان ال96 كمان، طبعا نيسان وتموز ال93 صحيح بمرحلة الاحتلال الطويل، علما انه هو كذب بال2000 انه قال انا رايح نفذ القرار 425 و26، لانه كان مضى على احتلاله 22 سنه وهو انسحب تحت ضربات المقاومه. المهم استاذ فادي اللي انا بدي اقوله، موضوع الذريعه واحد، اثنين العداوة الجينية التاريخية للبنان، ثلاثة يعتدي على لبنان قبل أن يولد حزب الله بكثير، صحيح. لأنه بالأساس كيان العدو يعتبر لبنان منافس تاريخي لإله بشكله الحضاري بمعايير اجتذابه للخارج ليستثمر فيه، بموقع مرفأ بيروت اللي هو أهم من موقع مرفأ حيفا، بخط الترانزيت نحو العالم العربي، بوجود المسيحيين داخل المكون اللبناني كعامل حضاري نوراني بالشراكة مع الأديان الأخرى يستقطب هذا الخارج كثقافة كطباعة ككتاب كمثقفين كجامعة كمستشفى وغيرها وغيرها. لذلك غير صحيح أنه بلحظة واحدة من تاريخه كيان العدو كان ينظر إلى لبنان منظر التكامل مع ظاهرته ومع حالته. حتى بشير الجميل اللي وصل
للرئاسي أيام قليلة بعد وصوله للرئاسي، كتب الكثير عن لقاء نهاري مع مناحم بيغن وعن الخلاف الذي وقع في ذاك الاجتماع حينما أدرك بشير جميل إن المحددات الوطنية اللبنانية هي الأساس، وهؤلاء من شارون لبيغن ما كانوا بدهم أنه يتعاطوا معه على هذا الأساس، بل على أساس أنه عامل وظيفي بخدمة مشروع وليس نظرة سيادية لوطنه. هيدي عم نحكيها حقائق للتاريخ. وبالتالي أستاذ فادي، موضوع طوفان الأقصى حتى ما طول عليك، ب11 تشرين الأول 3 أيام بعد دخول لبنان بمعركة طوفان الأقصى، عقد مجلس الحرب وكانوا بيني جانتز وإيزنكوت أعضاء فيه والمحاضر موجودة بإعلام العدو. طرح يوقف جالانت وزير الدفاع أن نذهب إلى مهاجمة لبنان بالتزامن مع الهجوم على غزة. صحيح. لرفض هو نتنياهو وجادي إيزنكوت بقلب مجلس الحرب، وما بعرف إذا ديرمر وجو وزير الشؤون الاستراتيجية. هيدي واحد من الأدلة أنهم كانوا سيأتون للهجوم على المقاومة في لبنان كائنا ما كان الموقف. هلأ بتقلي انه في ناس بتختلف معي، شيء طبيعي انه في ناس بتختلف معي، لانه مسألة تبرير هذا الامر الى علاقة بسردية الصراع الطويل. ولذلك حزب الله بيعتبر حاله انسانيا اخلاقيا، وانتبه في عنوان لبناني كبير لجبهة الاسناد، المقاومة تعتبر انها بذهاب لجبهة الإسناد خسرت العدو عنصر المفاجأة، حمت لبنان 11 شهر لأن قاتلت على الحافة وقدمت 450 شاب حتى ما يتأذى بقية لبنان، ولم تتوسع الحرب ويتأذى بقية لبنان إلا بعد أن قام العدو من شهر وخمسة أيام بإعلان توسيع الحرب باتجاه لبنان. لا بل إنه سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد دفع حياته ثمنا لقناعته بهذا الموضوع اللي أنت سألتني عنه. وأنا هون أيضا بحب ذكر بشغلة جوهرية جدا أستاذ فادي بهذه الجزئية بالذات، أنه حتى بموضوع الذهاب كان في بعد حمائي للبنان، نجح بتثبيت هذا الأمر ل 11 شهر. ولو لم ييأس نتنياهو والأمريكيين من أن يصلوا مع السيد نصر الله لنتيجة، ما كانوا فتحوا مدى الحرب على أفق جديد وحققوا الإنجازات اللي حققوها واللي أدت لسلسلة الاغتيالات بين 17 أيلول و 27 أيلول. دكتور وسيم، من بعد هالاستعراض الهيك المفصل والدقيق، هل تعتبر موضوع انتهاء الحرب والآلة العسكرية الهمجية الإسرائيلية له علاقة بالتوازن الميداني ما بعد الحرب، ما بعد انتهاء الحرب؟ وهل ستكون المقاومة في وضع لن يكون كما كان سائدا قبل طوفان الأقصى 2023؟ هل سنشهد مرحلة سياسية مغايرة تماما للمرحلة السابقة؟ يعني حتى كمان نكون واعيين، عم نلحظ نحن كل ما تعرضت له المقاومة من ضربات بقلب المشهدية اللي عم جاوبك من خلالها، بكثير من الواقعية وأخذ لكل هذه العناصر بعين الاعتبار، المقاومة تعرضت لمجموعة من الضربات القاسية منذ البيجرات إلى لحظة استشهاد سماحة السيد ب 27 أيلول وما بينهما، وإذا بدك قبل منهم اغتيال فؤاد شكر اللي كان انذار أولي كبير جدا يؤسس للمسارات التي تلت. كان يراد لهذه الأيام العشرة أن تحدث وقع الصدمة والذهول، وهي عقيدة
منظر عسكري أمريكي اسمه أولمان، هي نظرية الصدم والذهول على ضوء يسقط الجسد إزاء ما لا يمكن هضمه مما تعرض له، نجحت المقاومة. وقال حدد الشيخ نعيم امبارح استاذ فادي، قال الايام بين 27 ايلول و8 تشرين الاول، تذكروا هذه الايام ال11 جيدا، لانه حدث فيهم ما يمكن ان نسميه معجزة إعادة قيامة مشروع المقاومة. الجسد لم يسقط، الحرمية لم تتضعضع، نعم حدث خلل بالتحكم والسيطرة، فقدوا 4000 رجل ضرب واحد وقت البيجرات أو حيدوا جانبا رغم أنه كان في اسم كبير منهم من المدنيين، لكن استعيد التوازن نتيجة ضخامة هذا المشروع وسعة مؤسساته ولياقة الجسد وقدرته على تحمل الضربات. ومن ثم أعيد تعيين أمين عام رغم الفراغ الاستراتيجي الاستثنائي غير القابل للتعويض، والذي أثر غيابه على معادلات الصراع بالمنطقة كلها. وهذا فراغ برأيي أنا تخيل أن يعاد ردم هوتو مسألة لا تقاس بيوم وبيومين وبسنة وسنتين، وهو الفراغ الذي تركه سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله. عم نحكي بحقائق، ما عم نحكي لا بعواطف ولا بأمنيات، لكن موضوع قدرة حزب الله على الوقوف والثبات موضوع تاني. رغم أهمية سماحة السيد بالنسبة للحزب، والآن إذا بتراقب أستاذ فادي المسار الميداني في هذه الأسابيع الأربعة أو الخمسة، صورة مختلفة. المسيرات عاملة أزمة خيارات أمام جيش العدو، الصواريخ عم تضرب اليوم بشاطئ حيفا وبالخليج عم بتروح قتيلين، وعم تعمل إرهاق لأكثر من 1,000,000 نسمة موجودين ما بين حيفا ووادي عارة ومنطقة ما يسمى بمرج بن عامر، يعني المنطقة الفصلي بين حيفا وجوش دان. وهذه المنطقة اللي كلها موجودة الآن تحت النيران تجعل أكثر من 1,000,000 مستوطن يعيشون قلق يومي، ما بدي أقول أفرغت هاي المنطقة، لكن يعيشون تحت وقع صفارات الإنذار وسقوط الصواريخ والصواريخ الاعتراضية وشلل الاقتصاد وتوقف التجارة والخوف من الموت. وهيدا عم بيخلي هجرة معاكسة تتم هناك، هيدا ضاغط اقتصادي نحن ما عم نشوف ملامحه ومفاعيله. عندنا المسيرات، عندنا الصواريخ، عندنا الصليات الموجودة على خط المعركة الأول، ضرب تجمعات جيش العدو والمواجهات الالتحامية التي تحصل الآن في قلب الجنوب، كما يحصل منذ 3 أيام على تخوم مدينة الخيام في أقصى القطاع الشرقي. دكتور وسيم، رح انتقل معك للضربة الإيرانية. حضرتك بتعرف والمشاهدين بيعرفوا انه وقت اللي عملت عملية الرد الدولة العبرية على إيران، اليوم بنسمع لأنه كان في محاولة تهدئة من قبل الإدارة الأمريكية بطريقة غير مباشرة مع الإدارة الإيرانية، اليوم بنسمع مرشد الثورة الأعلى الإمام الخامنئي عم بيقول انه سيكون الرد قاسيا، يعني ما حدا يتساهل بهذا الموضوع. هل تعتبر أن الرد الإيراني في حال وقع وهيئته سيقع، هل تعتبر هذا الرد سيكون له المفاعيل المباشرة على موضوع إجبار بنيامين نتنياهو على قبول شروط الوقف إطلاق النار؟ أيضا أستاذ فاديك أيضا بأكد انه اجباري في ربط محكم موجود بين كل قواعد الصراع الكبير المندلع بالمنطقة، خارج السرديات انه نحن عم نقاتل عن ايران
وانه نحن جزء من مشروع ايراني في دولة بالمنطقة منذ تأسيسها تمثل حالة لا استقرار في هذه المنطقة، بدها تسخر شعوب المنطقة ودولها وثرواتها بخدمة مشروعها الشخصي، وهناك من يرفض من شعوب ودول هذه المنطقة ان يكونوا خدم لهذا المشروع. يعني على الأقل عم نجرب باللي عم نقوله نخلي قواسم مشتركة مع المستمع الذي قد لا يوافق على كثير ما يسمعه مني بإطار رأيي الشخصي، وأحياناً أنا عم جرب وصف بلا ما أقول رأيي الشخصي، أنا لحاول وضح الصورة المحايدة قدر الإمكان للمستمعين. إذا فعلاً راحت إيران لما يسمى الوعد السابق 3 أستاذ فادي، نعم، بتوقيت حساس جدا أمريكيا، صحيح، وبتوقيت حساس جدا إيرانيا، وبتوقيت حساس جدا إسرائيليا ولبنانيا وعلى مستوى المنطقة كلها، هيدا شو بينفي؟ أول شيء بينفي الرواية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة أن الضرب الإسرائيلي لإيران كانت منصفة، إيران مكشوفة بعد أن تم ضرب كل منظومات الدفاع الجوي في إيران، وبالتالي حينما تأتي الضرب الثاني الإسرائيلي ما بعرف أيمتى ستكون إيران مفتوحة أجواءها ومكشوفة للضرب الإسرائيلي التي ستأتي. طيب إذا هذا الأمر حقيقة مثل ما هني شو عم بيقولوا ضربوا، هني عملوا 3 ضربات بروايتهم وبشكل سريع. أول ضرب ضربوا كل ما يسمى وسائل الاعتراض بالدفاع الجوي، خاصة الS-300 ومجموعات منتجة محليا بسموها منظومة الطور 75، نعم، ضربوا هيدي بأول موجة. بالموجة الثانية ضربوا مصنع وقود صواريخ، الوقود الصلب للصواريخ، هي روايتهم أنا مش عم بتبنيها. وبالتالتي أنه انضربوا مصانع مسيرات. طيب إذا أنتوا فعلا عم بتقولوا كشفت الطريق أمام أي ضربات قادمة، يفترض أنه إيران تسكت على الضربة وتبلعها ولا تبادر إلى رد جديد، وما يكون عند القدرة. يعني على موضوع القدرة أستاذ فادي، إذا بنرجع لما سمي الوعد السابق 2 بواحد تشرين الأول، خد الول ستريت جورنال، بس أنا قبلين لأنه واحد من الجرايد المعروف مصادر معلوماتها داخل الدوائر الأمريكية من بتجيبها. الول ستريت جورنال قالت أن قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب أصيبت ب32 صاروخ إيراني فرد صوتي بشكل مباشر، في درجة أن هذه القاعدة لا زالت حتى الآن خارج الخدمة. والدليل على هذا الأمر أنه لما جالنت راح زار قاعدة جوية قبل انطلاق الطيارين والطائرات قبل بيومين، ما زار نيفاتيم، زار قاعدة حتسريم، وهيدا بيأكد الرواية لآل الإعلام الأمريكاني. فإذا الضرب الإيراني الثاني اللي صارت نسبة الإصابة بالصواريخ لم تكن أقل من 50% بالحد الأدنى، وهي الصواريخ كانت فرد صوتية وصلت ب11 دقيقة من إيران على كيان العدو. وهون أكيد الإيرانية إذا راحوا على الرد الثالث لن يعطوا فرصة للإسرائيليين بأن يقتصر الأمر على 5 قواعد جوية كما حصل بالضرب الثاني، أكيد بدهم يضربوا أهداف أكثر حيوية، وهذا قد يفتح مساحة المواجهة بالمنطقة على أفق جديد، خاصة أنه آخر شيء بيتمنوا الإسرائيليين أن يذهبوا إلى حرب استنزاف بالضربات الجوية بينهم وبين إيران، وهذا سيؤثر بالصميم على حرب الاستنزاف التي يبدو أنها قد فتحت رسميا بعد فشل زيارة هوكشتاين بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي. وهون
إذا عم نحكي عن كيان صغير مساحته لا تتجاوز بضعة آلاف، 27 ألف يمكن مثل ما أنا بتذكر صحيح، كيلو متر فلسطين كلها مربع، 27,000 كيلو متر مربع. قدام دولة مساحتها 1,685,000 كيلو متر مربع. حتى لو كانت أمريكا شريكة، أمريكا عم بتكون شريكة بالدفاع وتقول على الأقل أنها ليست شريكة بالهجوم، علما أنه الأمريكان هن اللي أمنوا للإسرائيليين الممر البري الجوي، عفوا الممر الجوي اللي الإمداد سلكوه من فوق قاعدة التنف باتجاه شمال شرق سوريا، فالعراق اللي قدم شكوى لمجلس الامن، اللي قدم شكوى ضد اسرائيل عمل اللي مرقون ان الامريكان، وجرى توجيه الضربه من الاجواء السوريه العراقيه، طبعا المثلث التنف الاردن شريك فيه. الملاحظ هون استاذ فادي انه دول الخليج كلها اللي طلعت بيانات ادانه للضربه بعد ساعه من حدوثها، السعوديه، الإمارات، الكويت، قطر والبحرين، كلها رفضت أن تستخدم أجواء بتوجيه هذه الضربة أو المرور فيها. وهلأ عندنا قمة عربية ويمكن إسلامية كمان ب 11 شهر داعيت للسعودية بالرياض، وهذا أيضا موعد من المواعيد مع 25 الثاني التي يجب أن نتوقف عندها، ما بدنا نبالغ كثير لأن هيدي كلها مواعيد يمكن أن ترتقب نتائجها على ضوء المواجهات والتصعيد اللي عم نعيشه. وهل يرتجى من العرب أي موقف بعد الخذلان لغزة والخذلان للبنان؟ ما بدي احطك من يعني ما بدي، يعني مش عم بسألك سؤال، بس عم بقولها لا مثل لا هيك بجاوبك التعبير. بجاوبك استاذ فادي، لا بجاوبك، رغم انه هلا اني يعني عم يبعثوا جسور جويه مساعدات انزو، نحن شاكرينهم، وكل لفته عربيه تجاه لبنان من اي جهه اتت، نحن بمعايير الاخوه اكيد بنلاقيها بيد ممدوده، ونحن بموضوع قراءه موقفهم من جريمه العصر المرتكبه يا اخي بغزه، نسالي جنوب لبنان مش غزه، من قلب الضلع التكويني تبعهم، صحيح، مش يفترض بهم انهم بين ظهرانيهم هن موجودين، يعني مواقف مخزيه يندي لها الجبين. لكن بدي اقول لك شغله خطره استاذ فادي، تفضل. ان اسرع من سيدفع الاثمان القادمه بناء على ما جرى بغزه وما يجري بلبنان من صلب استقراره الوطني واستقراره التكويني وهو موجود الآن بعين العاصفة أكثر من لبنان، لكل يوم عم يتعرض لبيئات الغارات، هم دول عربية بعينها لأنهم لم يحسنوا قراءة مشروع نتنياهو وحلفائه المتطرفين، وهذا سيجعل قريبا وقريبا جدا هذه الدول من ستدفع الأثمان الكبير والكبير جدا، وأني أتمنى أن أكون مخطئ بتقييمي، وما بدي سمي أستاذ فادي، أحسن ما أكون عم سيء، بس العالم كله عارف صارت تعرف وشايف وقاش على المخاطر القادمة. دكتور وسيم، تصديقا لكلامك بالنسبة للموضوع الإيراني، هلأ تم تسريب تقرير مخابراتي أمريكي إلى البنتاغون بيقول عن أنه ينتظرون. الإيرانيين نقلوا نعم مع أسلحتهم الاستراتيجية وصواريخهم كفي، إيه، ويظهر أن الاستعداد للهجوم الإيراني بمثابة رد على الرد الإسرائيلي أصبح قاب قوسين، ومن المحتمل أن يكون بين ليلة الجمعة وليلة السبت المقبلين. يعني على أبواب استحقاق الثلاثاء بأمريكا، وبالتالي الارتدادات والتداعيات على صعيد أمن المنطقة والأمن العالمي كله ستكون مفتوحة على القراءة، لأنه ما حدا توقع هيدا الأمر، وكل أروا شفرة القيادة الإيرانية والسيد الخامنئي بشكل خاطئ وقاتل، وهذا سيكون وصفة فشل إضافية لأسوأ تاريخ رئيس صهيوني
إجا بتاريخ أمريكا، حمل الحزب الديمقراطي ومنظومة القيم التي للأسف. نعم يدعيها، وحمل كل المؤسسة الغربية اللي بتاخد تفويض شعوبها لتقدم قيمها مقابل هذا التفويض لما بتحكم. كل هاي الجريمة اللي عم ترتكب ستبقي تداعيات لأجيال قادمة، وأصلا أولاد المسؤولين استاذ فادي بكل جامعات النخب بأوروبا وبأمريكا بهيدا الجيل الجديد عم بيكونوا خارج منطق وتورط آبائهم الموجودين الآن بدوائر القرار والحكم، والذين ساهموا جهارا نهارا بتغطية جريمة العصر المرتكب. دكتور وسيم، بدي انتقل معك هيك لاخر مراحل هذه الحلقه للداخل اللبناني. كيف حضرتك، وبما انك كمان نزحت من بنت جبيل وانت بقلبنا وبعقلنا مثل كل اهلنا بالجنوب وبالبقاع والضاحيه، كيف بتقيم الطريقه على المستوى السياسي وعلى المستوى الانساني والاجتماعي للتيار الوطني الحر وللوزير جبران باسيل؟ قبل ما جاوبك استاذ فادي على هاي الجزئيه، على المستوى الشعب العام ما يقوم به كل الشعب اللبناني بفتح بيوته وحواضنه ومدارسه وحتى مطابخه، ويقوم ما يقوم به بعض الجمعيات المسيحيه وبعض الاباء ومن الطوائف الاخرى ومن اهل الجبل ومن حواضر المدن بكل الطوائف اللبنانية، هذه رسالة انصهار وطني تجاوزت كل الخلافات. والعدو ضغط على هذه البيئات استاذ فادي، غارة أيتو، صور أيتو بأي جبال بأي مناطق مسالمة بأقصى الشمال بزغرتا، قتل عائلات من عيترون من آل حجازي وآل فقيه، 24 شهيد سقطوا لأنه في واحد بيوزع مساعدات على النازحين، زار البيت وأبصر كيف قرروا هني يفهموا هيدا الشخص وهي زيارة. وبالمناسبة لم يصدر عن جيش العدو لا عرض للفيلم، كل ليلة بيعرضوا الأفلام، ولا بيان تبني للعملية. هون لما بتكون الجريمة المرتكبة خارج الادعاء الأمني والعسكري بيلحسوها استاذ فادي، لكن هيدا شو واحد من اهدافه كانت؟ الضغط على من يفتح مناطقه وبيوته ليقولوا له وانت تستقبل هؤلاء النساء والاطفال والعجز انت صرت هدف. وهيدا فعل تحدي تجاوزناه. انا حقيقة بفتخر انه دير الاحمر الان حاضن لاكثر من 20,000 من أبناء البقاعيين في البقاع الشمالي، وبعرف المزاج السياسي لدير الأحمر، لكن ما في إلا شوف الحقيقة مثل ما هي قدامي وإني أحكي وأعترف أيمتى اللبنانية فعلا قادرين يتحدوا على الحد الأدنى. أما بموضوع سؤالك عن التيار الوطني الحر بالسياسي، ثوابت مواقفه للوزير باسيل تجاه طوفان الأقصى معروفة، خلافه مع السيد نصر الله الشهيد حول موضوع الرئاسي وسليمان فرنجية معروف، مسألة علاقته بحزب الله سياسيا في هذه المرحلة الصعبة لست بوارد تقييمه، يقال انه صارت على القطعة، بس انا ما ساعني بس ليش اختار قناة بعينها منذ أسبوعين ليقول مع مواقف معروفة أصلا وهو عم بيقولها، وكلنا تعودنا على سماعها بغض النظر أنه منختلف معه أو منتفق، لكن أن يختار هذه القناة التي اجتزعت مواقفه من سياقاتها ووزعتها عواجل كأنها أخرجت هذه المواقف عن سرديتها التي نعرفها وظهرتها بشكل وكأنه انقلب على محددات تاريخية. هيدا الأمر هؤلاء اللي إجوا لعنده القناة وأهلها استثمروا بطريقة أساءت لإله، لكن أنا الموقف السياسي للوزير باسيل وكتلته بعتبره حاجة وطنية خاصة في هذه اللحظة.
لحظة، وضروري جدا البناء على العلاقة، إذا بدك اللي بدي يسميها العلاقة المركب التي أعاد بناءها خاصة مع الرئيس بري بالأشهر الأربعة أو الخمس الماضية، واللي حافظت على وتيرة من اللا تراجع واللا تقدم. بدقة عم بحكيك، كتلة الوزير باسيل مهمة جدا بالاستحقاقات الوطنية المصيرية اللي نحن عم نعيشها. إمكانية أن يعود وزراؤه للمشاركة بالحكومة أنا بتمناها. استقبال الرئيس بري لوزير الدفاع موريس سليم منذ أيام، في كتير استحقاقات مهمة للبلد يمكن أن تخرج من رحم هكذا تقاطعات. أما بالموضوع الإنساني، برأيي أنا تجربة 2006 وورقة التفاهم واحتضان النازحين أساسية وراسخة، وطبيعي أنه المناطق اللي شعبية التيار فيها، لأنه التيار ما عنده ميليشيا ولا عنده حضور أمني، وهذا شرف لإله، المناطق اللي له شعبية فيها مفتوحة تلقائيا أمام الناس، وبالتالي الموقف الإنساني موقف متقدم لا غبار عليه، وحيث شعبية التيار الوطني الحر حتى الآن لا نشعر بفروقات بالمناطق اللي فيها تماسات بالحدث وبعين الرماني وما بدك بهذا الإطار استاذ فادي. أما بالسياسة، مرشح توافقي إذا قلنا هذا عنوان، البعض يريد في هذه اللحظة بالذات أن يستثمر بما يعتقد أن انقلاب بموازين القوى لتسويق شخصية خارج التوافق. الوزير باسيل بآخر زيارة لإله على الدوحة كان له مواقف حاسمة أصلا هو بيعلنها علنا، وأسمع المسؤولين هناك اللي طرحوا الفكرة موقفوا من هذا الأمر. لذلك وجود التيار الوطني الحر بنوابه الـ14 على الأقل حتى الانتخابات النيابية القادمة، في كثير من مساحات التقاطع على المستوى الوطني، وهذا دائما يمثل صمام أمان لمشروع إنقاذي للبلد. رئاسة الجمهورية يجب أن تكون جزء أساسي منه، لأنه ما فينا نحكي عن تطبيق 1701 على ضفتي الحدود دون أن يكون هناك رئيس جمهوري ضماني يحمل مقاومة ويشرف على تطبيق هذا القرار بالمحددات الوطنية اللبنانية. طيب دكتور وسيم، هون بالنسبة للكلام اللي أطلقه الوزير باسيل بحلقة هيدا التلفزيون، ما بدي سميه لأنه صراحة ما إلي الشرف سميه للتلفزيون، بس في كذا شخصية يعني قريبة من المقاومة كمان طلعوا على نفس التلفزيون، ولكن لم يصر إلى تصغير مواقفهم بالطريقة يلي حاولوا يظهروها للوزير جبران باسيل. علما أنه الوزير باسيل قال بكل صراحة إن أي مطالبة بنزع سلاح المقاومة الآن هو خيانة. لم يركز البعض، أبرزوا هذا العنوان أستاذ فادي؟ لا ما أبرزوه، بس لما انوضعت الحلقة كاملة تبين. وأنا بتعرف الدكتور وسيم، أنا مثلا إذا طلب مني، أكيد ما راح يطلبوا مني لأنه أنا معادي لهذا الخط عقائديا وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني، أنا بطلع على التلفزيون العربية لحتى سمع صوتي النقيد لعقلاتهم ولسياستهم، وبيوصل هيك لأكبر عدد ممكن لحتى نضوي على النقاط اللي بيفكر غيرهم فيها. صح صح، لكن المهم إنه يكون الطرف اللي عم تحكي عنه عنده سعة صدر، صحيح، لأن يترك من يملك وجهة نظر أخرى إنه يطلع ويحكيها بكل أريحية بهذا الإطار. وبرأيي أنا ساعتها مساحة الخلاف بتصير إلى علاقة بالحجة وبالبينة وبالقدرة على تظهير منطق العقل بموقفنا من أي قضية مطروحة في هذا السياق. لكن المؤسف أستاذ فادي أنه تجربتنا نحن خاصة بهذا الشهر من العدوان والشهرين اللي قبله، أنه كان في انخراط قاسي
أقصى من أن تحز السكين بالجسد من قبل بعض هذا الإعلام، صحيح مش موائمة مع العدو، تأييدا لخيارات هذا العدو بكل أسف. هي تعقيبا على آخر كلامك يا دكتور وسيم، كيف ترى تدخل السفيرة الأمريكية ومطالبة بعض الأطراف وعلى رأسهم يلي جاوب، يعني يمكن ما تكون طالبتهم بالشخصي لرؤساء الأحزاب، ولكن دغري من أول ما قالت يجب أن إنهاء حالة حزب الله في الداخل لأنه في عجز بالميدان، استنفر سمير جعجع وقال ما قاله، أعلنه عن أنه يجب إنهاء قبضة طهران على لبنان من زاوية المقاومة. هل بتعتبر هن بعضهم مستعدين لمشروع الفتنة في حال عجز إسرائيل الكلي على الميدان من أنه يخربطوا الوضع الداخلي من أجل جر المقاومة إلى حرب داخلية مثل ما كانوا عم بيجربوا، مثل مجزرة خلدة، مثل مجزرة طيونة، ومثل كل المحاولات بعد 17/20/2019؟ هيدا الخطر الحقيقي استاذ فادي القادم. حينما تنجح المقاومه وستنجح بصد المشروع بمعناه العسكري وافشال اهدافه وتثبيت التوازنات بناء على المعادلات التي ستولد من رحم الميدان، حينها الخوف هون والامر سيكون حصرا بيد الولايات المتحدة الأمريكية وليس بيد أي أحد آخر. وأنا باعتقادي على الأقل المحاولة السياسية الأخيرة من الأمريكان تشي ظاهرها على الأقل، ما عاد فيه أوثق بعد سلسلة الخيبات، أن أمريكا لا تريد أن تخسر الاستقرار اللبناني بمعناه الداخلي. لكن إذا حاولت وظيفيا تزيين لبعض الأطراف المغامرة بمحاولة الأخذ بالسياسي، ما فشلوا بأخذه بالعسكر، وبالتالي سريعا الانتقال من الجنوب إلى مواجهة فتنة بالداخل، وإنت عارف أن الطائفة الشيعية بالأرض بقدها وقديدها وهي طائفة مؤسسة للكيان، على الأقل بتمثل تلت البلد حتى نضل كمان واعيين بالأرقام. مشروع الفتنة لشعطتها المثل سهل جدا في ظل هكذا أوضاع ضاغطة رغم الحصانة الوطنية والأخلاقية، لكن عم بحكي إذا أراد الخارج وحددت بالذات مين. أنا بظلني بتأمل وبراهن بظل وجود العقلاء اللي كنا عم نحكي عنهم، وبظل البيان الثلاثي اللي سمعناه من بري ميقاتي جنبلاط، وبظل حكينا عن التيار الوطني الحر ومواقفه العقلانية والحريصة في هذه اللحظة، بنختلف على جبهة الإسناد، نتفق على جبهة الإسناد، هذا نقاش لاحقين عليه وكل واحد له وجهة نظره، وهلأ حكيت معك أنا وجهة نظري عن الموضوع. بعد الكوابح الوطنية أقوى، وانتبه أمريكا تدرك جيدا رغم الحرب التي تشن الآن أن لبنان بلد مساكن بين مشروعين كبيرين، مشروع بتقوده أمريكا ومشروع مقاوم، في مساكنة مصالح، حتى في مساكنة وجود مساحات تلاقي بهذا البلد هون، وهذا جزء من خصوصية البلد. إذا رحنا على توظيف بعض الداخل بمشروع الفتنة سيفقد لبنان هذه الخصوصية. واحد، اثنين، أكبر سفارة بالعالم بين يتا عنا ما بعد إلى الزوم، لأنه بتفقد موجبات وأهمية وجودها بلبنان والمنطقة. ثلاثة، وهون الأهم، ما بيعودوا بس السوريين والفلسطينيين اللي عنا بدوا يفلوا على أوروبا، بصيروا اللبنانية إذا وقعت الفتنة اللي عنا بدهم يفلوا على أوروبا، وهيدا أوروبا عم تهرب منه سوريا إلى سنين وعم ترشي دول لأجل عدم حدوثه. لذلك بهاي العوامل مع الموانع الوطنية اللي قلت لك عنها،
أنا عندي إيمان إنه لبنان قادر على تجاوز وهزيمة أي فتنة، خاصة أن من لديهم أدوار وظيفية هم صغار إلى درجة قد لا نستطيع رؤيتهم بالعين المجردة، رغم حالات النفخ والادعاء التي يظهرون بها أمام الإعلام. والدليل في حال بده يصير في انتخابات رئاسية، من سيقرر بهذا الموضوع هم الثنائي الوزير باسيل والوزير جبران وليد جنبلاط، ولن يتم استشارة لا رئيس حزب القوات اللبنانية ولا رئيس حزب الكتائب ولا أي شخصية خارج هذا الإطار. هيدا اللي فهمته أنا كمان أيضا من خلال أحد القنوات مع دولة الرئيس بري. لما فتح من أحد الموفدين الأجانب المهمين جدا بآخر زيارة له على البلد مع الرئيس بري، بالجزء الأخير من اللقاء واللي كان يمكن آخر 5 دقائق موضوع الرئاسة، قال لهم أنا الحوار لما دعيت له كل الأطراف الأساسية كانت مستعدة تلبي، وطرف مسيحي أساسي هو التيار الوطني الحر كان موافق عليه، لأنه في طرف مسيحي عنده كتلة وازنة وإله حضوره بإطار تمثيله لشريحة هو حزب القوات. ما قبلت أنا أن أدعو إلى حوار غائب عنه هذا الفريق، رغم أنه كان عندي قدرة وعندي قدرة جذب لأوسع مستوى من المشاركة. رحت على استبدلت الحوار بخيار التلتين لرئيس يتوافق عليه من أوسع مروحة، وحطت التلتين هي حد للبي المعايير الشراكة الوطنية، لأنه التلتين إجباري في 64 وفي نص 22 بغض النظر من هون والله من هون، وبالتالي معايير الشراكة والوطنية بتكون تلبت هيك، وبالتالي الحج على الآخرين وليست علي أنا بهذا الإطار، وأنا جاهز لروح على هذا الموضوع الآن. جيبوا وقف إطلاق النار، هي لما انطرحت هدنة 3 أسابيع كان عم يحكيهم مع ميلوني بالتحديد رئيسة وزراء إيطاليا، قال جيبوا وقف إطلاق النار بأول أسبوع بعطيكم الرئاسة بتالت أسبوع. لهالدرجة كان عم يفرض على نفسه التحدي في هذا السياق. دكتور وسيم، كلمة أخيرة، نحن نؤمن بانتصار الحق دائما على الباطل، وخاصة عندما يكون هذا الحق متجسدا في الدفاع ضد عدو عقائدي وطوراتي يريد أن يبتلع لبنان والمنطقة كلها بحجة قرار إلهي بأرض ميعاد مخترعة اللي هي إسرائيل الكبرى المزعومة. نحن ملء الثقة أن المقاومة ستنتصر. شو بتوجه كلمة أخيرة لأهلك وناسك يلي نحن بالاغتراب بالولايات المتحدة بكل منطقة من مناطق العالم؟ دكتور وسيم، أنا حقيقة أستاذ فادي، يعني أنا وعم بحكي مع خي لإلي الله يديمه بفتخر بمعرفتك عن بعد ببلاد الاغتراب، وأنا قدمت أخي شهيدا منذ شهر وخمسة أيام، ارتقى شهيدا بالجنوب. الله يرحمه. الله يخليكم. أنا وعم خاطب مستمعينك ومتابعينك بصفحتك، لكلهم بتشرف فيهم، حبوني أم كرهوني، قبلوا وجهة نظري أو رفضوها. صفحتي كلها حب يا دكتور وسيم، صفحتي كلها حب. لكن بالنهاية أستاذ فادي، دائما السياسة بقدر ما هي يعني وسيلة مخاطبة وإقناع، قد تكون وسيلة تنفير ورفض، وهذه حقيقة بنواجهها كل يوم. صحيح. وبالتالي أنا أخاطب من لا يجد نفسه قريبا مما أقوله بالسياسة، وهذا حق مشروع وطبيعي، لكن أنا بفتخر فيكم كأهل في بلاد الاغتراب، وبهمني أنه هذا الصوت اللي سمعته على الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأنه أمريكا تبقى أرض للحضارة وأرض للقيم
وأرض لامتحان الثقافات المتناقضة التي تدعي أمريكا أنها لديها قدرة على تهجين في بوتقة واحدة بخدمة الوطن الأمريكي الأم، وهم يأتون من أوطان بعيدة ومتعددة. لكن اللي صار بطوفان الأقصى 2023 ونحن نعيشه الآن مس بالصميم هذه الرسالة الأمريكية، وجعلها أمام تحدي إعادة تنظيف نفسها من الندوب القاسية التي أتت نتيجة الغطاء الممنوح للعدو الإسرائيلي. أنا دائما أملي معكم أن تكون المحبة هي الأساس. نحن أصحاب حق أستاذ فادي، نحن أصحاب أرض مقابل مشروع صهيوني يدعي القيم الدينية ولا يؤمن بها. انظروا جيدا لسموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية بالأمس وعلى منبر الكنيسة ببدء افتتاح الدورة الشتوية للكنيسة وهو يبكي، صحيح، على الجنازات. 70% من قتلى جيش العدو في جنوب لبنان هم من أعضاء حزبه، هو اللي كان صاحب الصوت الأكثر تطرفا بالإصرار على الذهاب إلى حرب لبنان. انظر إلى الحريديم اليوم وبالأمس أمام مراكز التجنيد بتل أبيب وبالقدس يفترشون الأرض لأنهم لا يريدون أن يخدموا بجيش العدو بحاجة الآن لأفراد. تصور أنه الثمن بلبنان خلال شهر 1000 بين قتيل وجريح باعتراف هني. نحن قادرون على صنع المعجزات، ومن يؤمن بالحق وبرسالة الحق يصر عليها ولو كان الثمن هو بذل الغالي والرخيص. وأملي أننا كلبنانيين سنخرج من معمودية الدم والتضحية هذه، أولا مرفوعين الرأس، ثانيا حماة لترابنا الوطني، وثالثا دافعنا واحتضننا 10452 كيلومتر مربع، وأن هذا اللبنان بكل أبنائه عصي على البلع ودائما قادر مهما صغر حجمه أن يهزم هكذا مشاريع كبيرة. بإذن الله دكتور وسيم، بس بدي أقول لك تمني، بتعرف شو بتمنى أنا بخلال ما نعيشه اليوم خاصة على المستوى الإعلامي؟ أن يكون الإعلاميين مثل صورتك دكتور وسيم، ويكون عندهم الأخلاق والسعة الاطلاع والثقافة، ويكونوا أداة للجمع وليس للتفرقة، إن كان من هيدا المحور أو من المحور الثاني دكتور وسيم، لأنه نفتقد إلى هذا الإعلام الأخلاقي والحر واللي بيقول كلمته بكل يعني الطريقة اللي بتتبعها. دكتور وسيم أنا لما بسمعك بفتخر وبنبسط، ليه؟ لانه بعدني بقول في اعلاميين وفي بعض الاعلام بعده بيسوى يكون ركيزه لحتى نبني لبنان خالي من الاعلام المأجور ومن الاعلام الفوضوي ومن الاعلام الفتنوي، يلي نحن بحاجه لاعلام اخلاقي مثل حضرتك وامثالك دكتور وسيم. انا حقيقه بتشكر ثقتك استاذ فادي، وان شاء الله نكون فعلا عم نقدر نمثل هذه الحاجة اللي عم تحكي عنها، وهي مساحة الطلاق مهما كانت ضيقة في هذه اللحظة، لكن ما بنقدر نهزم مشاريع بهذا المستوى من الخطورة والتحدي إذا ما كنا على الأقل نتحلى بالحد الأدنى من الوحدة الوطنية والإيمان الوطني. وكل ما نختلف عليه لاحقين عليه وقادرين نعالجه ونلاقي له حلول استاذ فادي 100%. وبدي اقول لك قبل ما اختم انه الحلقه اليوم هي اهداء لبنت جبيل. انا كل ليله بس اطلع لايف عم بهدي الحلقه لضيعه ومدينه وقريه جنوبيه على الحدود، على الحافه يعني، ويلي قراب من الحدود مع فلسطين المحتله، نظرا ل يعني اكيد ما عم نقدم مثل ما لازم، ولكن اقله عم نجيب سيره كل ضيعه لحتى نحسس اهلها انه نحن كمان بالاغتراب يلي بنتعذب 3 مرات اكثر من المواطن يلي عايش بلبنان. واليوم هديه لبنت جبيل، بنت جبيل يلي حضنت
دم الشهيد خيك دكتور وسيم، بنت جبيل اللي حضنت شهداء كتار عبر التاريخ، وخاصة من بعد وجود هذا الكيان البربري الهمجي على حدودنا الجنوبية. بنت جبيل عمرها 3467 سنة، وتسمت بنت جبيل نسبة وتيمنا بالأميرة التي نزحت من بيبلوس جبيل بجبل لبنان إلى بنت جبيل يلي كان اسمها بيت الشمس أو بنت الشمس، ومنها رح تطلع شمس الحرية وشمس الانتصار على هذا العدو البربري الهمجي. تسلم تسلم أستاذ فادي، أنا بشكر عواطفك النبيلة السادة، وباسم يعني شهادة خي الشهيد محمد أجد بزري، وباسم بنت جبال وتاريخها وهي في هذه اللحظات تقترب من أن تكون على تماس مباشرة مع العدو، لأن هيئتهم بلشوا يتقدموا من جهة شرق مارون الراس، وبنت جبال أصلا أكثر من تلتين عندك أستاذ فادي رحاب الولايات المتحدة بميشيغان بالذات بديربون. على كل حال كلنا فخورين بصوتك الليلة وبتأثرك وبرفعك لاسم بنت جبال اللي بتكبر وبتتشرف فيك، على أمل أن تبقى بنت جبال، لأنه كل الضياع على النسق الأول بكل أسف بأطنان بالمئات والألاف من الديناميت يتم مسحه كذاكرة وحضور وجغرافيا وامتداد وحجار وألم. نتمنى أنه صوتك هيدا دائما يكون جزء من تضليل هذه الذاكرة وهذه الأسماء اللي بنت جبال منا، بالدعاء وبالأمان وبالقدرة على الصمود لتجاوز هذه المرحلة بإذن الله، ومن ضمن صوتنا لصوتك. وأنا بدي أتشكرك كتير، وأكيد انتبه على حالك وعلى عائلتك، وسلم لنا عليهم كلهم سوا من دون معرفة. شكرا، والله يقويكم يا حبيب القلب. ميرسي كتير، تسلم. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكر لك، تصبح على ألف خير حبيبنا. الله يخليك، مع السلامة بأمان الله. وهون بدنا نتشكره للدكتور وسيم، يعني أنا بعرف الوضع اللي عايشينه هلأ تحت بلبنان. وهون بدي قبل ما انهي بدي اقول شغله، انا لما جبت سيره الاعلاميين وكتبت بوست عنهم، كان غادي فرانسيس ولا فادي ابو ديا ولا حسن الدر ولا محمد يعقوب ولا توني ابي نجم، شارل جبور، مارسيل غانم، جوزيف ابي فاضل، صالح المشنوق، لما يطلع اعلامي بهيدا الظرف بالتحديد يطلع يوشه سهام التهديد والغدر مثل ما بتعمل غادي فرانسيس ومثل ما بيعمل محمد يعقوب ومثل ما بيعمل فادي أبو ديا، انتبهوا، لأنه هودي من المفروض يكونوا محسوبين على خط المقاومة، وكل من يكون لديه مبدأ المقاومة من هيدي الزاوية عم بحكي، كل من يكون مؤمنا بخط المقاومة يكون يتمتع بالأخلاق، وعندما تنعدم أخلاقه يعني معناته لو دافع عن المقاومة هو ما له صلة بالمقاومة وما بيمثل المقاومة، لأنه بالطريقة اللي عم بيحكوا فيها وبالفتنة اللي عم يكبوها تجاه إخواتهم بالمواطنية يلي واجباتهم يستقبلوا الأهالي المشردين، ولكن الهدف الرئيسي من الكلام الإعلامي لصحفيين يدورون بفلك المقاومة، هن بيدعوا أبداً هن ما قالوا عليها بالمقاومة نتيجة حكيهم وأفعالهم، بيكونوا عم بيعرضوا الناس يلي من التيار الوطني الحر او من غير احزاب عم بيتم التهجم عليها بدون وجه حق، عم بيعرضون لشو؟ لتأجيج الفتنة بهذا الداخل، ولا حتى يخلوا الناس اللي عم تستقبل الناس حين شو بيخلوها تفكر انه المقاومة هيك بتحكي، المقاومة هيك بتغدر مثل ما عم بيحكوا، بنا نطعن وبنا نغدر وبنا نعمل وبنا نسوي، وهذا الكلام لا يجوز بهذا الوقت خاصة بظل هذه المعركة الوجودية اللي عم نتعرض لها. بدكم تعرفوا شغلة للشباب والصبايا يلي صاروا يتابعوني مؤخرا يعني بشكل جديد، وخاصة من بيئة المقاومة، أنا مقاوم أكثر من بيئة المقاومة بكل احترام عم بقولها وبدون عنجهية. أنا قاعد بدولة أمريكا،
يلي بتصنف المقاومه منظمه ارهابيه، وانا بدفع الاثمان الغاليه لانه بوقف هيدا الموقف، واللي بعتبره انا مشرف هيدا الموقف بعتبره هيدا الموقف للي بيمشي مع الحق منه هيدا موقف مشرف وما فرقاني معي. فكان بالحري وبدي يكون صله وصل، وبدي يكون خفف من هالعنجهيات ومن هالحكي البلا طعمي اللي بسمعه من بعض للاسف الاعلاميين المقربين من المقاومه تجاه اخواتهم يلي ما عم يبذل، يعني عم يبذلوا كل مجهود من اجل احساس الناس اللي عم بتهاجر اللي عم بتنزح داخل الوطن بالراحه. لحتى طيب شو معناتها التهجم بهذه الطريقه والكلام العاطل بهذه الطريقه وزبط الحرام على التيار الوطني الحر؟ بتعرف شو معناتها؟ يعني عم بتقوى سمير جعجع اليمين المتطرف داخل الشارع المسيحي. بس انا ابغى تتعودوا علي، انا كتير صريح واعور بعينك، لك ما عندي مجامله وما عندي تبييض طناجر. انا في كتير امور من للمقاومه بالسياسه ماني موافق عليها، ولكن بالحرب وضد العدو الاسرائيلي ممنوع حدا يحكيني بالسياسه، ممنوع حدا يقول لي غلطه المقاومه. ليه؟ لانه هيدا عدو حاقد، هيدا ضد انسانيتي، ضد وجودي، ضد فكري، ضد عقيدتي، ضد ايماني، ضد مواطنتي كلبناني. ما بسمح لحدا يتدخل بهذا الموضوع. طيب شو عم تعملوا انتو لغادي فرانسيس ولفادي ابو ديا ولمحمد يعقوب ولحسن الدر؟ شو عم تعملوا بهذا الكلام السوء اللي من دون وجه حق عم بتوجهوه للتيار الوطني الحر؟ عم تجرحوا القاعده تبعت التيار الوطني الحر والقاعده العونيه، وعم بتخلوا سمير جعجع اليمين المتطرف وكل واحد على شكله عم بتخلون يقوى بهيدا الشارع لحتى يصير الكره معمم ولحتى يصير التصادم واقعي وحقيقي. مشان هيك بقول عنهم انا لما يطلعوا هالحكي، شو انا بيهمني بس تدافع عن المقاومه؟ انا بيهمني لما تدافع عن المقاومه تكون عم تدافع عن اخلاقها للمقاومه، ويلي بيدافع عن المقاومه من المستحيل ان يكون اعلاميا من دون اخلاق. فبالتالي هلأ الوقت حرج لحتى ما نعمل فتنة داخلية ولحتى ما نقوي التطرف، ويلي ناطرين وعم يصلوا لحتى العدو الإسرائيلي يربح بالداخل، أو إذا ما ربح ناطرين لحتى يفتنوا بالداخل ويطعنوا ويعملوا حرب أهلية ويجروا المقاومة لحرب أهلية. بهيدا التصرف الإعلامي المشين بتكونوا عم بتغزوا لضرب الفكر الذي ينتهجه التيار الوطني الحر والقاعدة العونية لحتى تسهلوا لهيدي الفتنة ولحتى تسهلوا لهودي المتطرفين يفوتوا على الشارع المسيحي ويبطل فيه المقومات الأساسية لمنع الفتنة. ما بتعرفوا عقلتي بعد يلي فايتين جديد، ما بتعرفوا ان انا بحكي الحق الامور مثل ما هي مفرقاني معي. لما ينقل لي عن دكتور ناجي حيق ايش، وانا ضد مواقفه بالمواقف السياسية اللي بيطلقها، ولكن القيادة بعدين بتحسبه. بس هيدا ما بيمنع تشوفوا 22 قيادة و14 نائب بالتيار الوطني الحر عم بيحكوا بالهدف الأساسي يلي هو درء الفتنة، منع الفتنة وحماية ظهر المقاومة ومنع أي مطالبة بنزع سلاح المقاومة طالما دمعت الطرقات وطالما هناك عدو مثل العدو الإسرائيلي. هيدي هي اللي الرسالة. يعني ما يهب الواحد على الفاضي وما يحكم على الفاضي. الكلام اللي بحكيه أنا ما له علاقة لا بتبييض طناجر ولا بالفتنة، لأنه في حسابات سياسية بس انتهي الحرب رح نتحاسب كلنا سوا بين بعضنا. ولكن هلأ ممنوع هيدا الحكي، هيدا الحكي بضر بالمقاومة ما بفيدها، ممنوع عزلة بهيدا الحكي. عم تعزلوا المقاومة، بدكن إياها شربكن إياها بالملعقة لهودي الصحفيين والإعلاميين؟ بدهم تشربهم اياها بالملعقة؟ عم بيضروا المقاومة ما عم بيفدوها نهائيا. لهالسبب عم بحكي لحتى نصلح البوصلة، وكل واحد عنده نية مسبقة انه شو واحد بده يضل يزقف لك يعني انت، والا واذا حكي بالحق بدكم تعتبروه هيدا كلام ما منه مقبول؟ لا، بدكم تسمعوه من يوم وطالع، بدك تتعودوا على هيدي النمطية من قول الحقيقة ان كانت علينا او معنا. بدنا نقولها مثل ما هي، ونحن بوضع صعب لانه كنت عم بقول سفاح الكربه اصعب بكتير يا خيي توني ابو نجم ومارسيل غانم وجوزيف ابو فاضل وكل هودي الصحفيين ورامي نعيم وما بدي بطول التسميه،
هول خصومنا مجبورين يطلعوا يحكوا وهن مأجورين، مطلوبين يطلعوا يحكوا بحسب الأجر يلي تبعهم لأنهم مأجورين ولأنهم خصومنا. بس بيجي من أهل البيت بيطلع بيحكي يا محلى الحكي اللي بيحكيه مرسيل غانم، وبصير بنترحم على طوني أبي نجم وعلى شار جبور. هيدا المقصود، هيدا النفس وهيدي الطريقة بدكن للي فايتين جديد على صفحتي بدكن تتعودوا عليها. أنا ما بجامل ولا ببي الطناجر، والأعور أعور بعينك ومع الحق، وبس كون غلطان عندي الجرأة أطلع اعتذر وقول غلطان. بس هول الصحفيين اللي سميتهم والإعلاميين عم بيساهموا بإنجاح مشروع الفتنة اللي طل براسه واللي بيحكي كيف فيه سمير جعجع وغيره. شو عم بيلحسوا المبرد هودي بالآخر، وعم بيساهموا بضرب صورة المقاومة بدل ما نحسنها، بدل ما نقول للناس ليش نحن مع الحق ضد هذا العدو. ومثل كل آخر فيديو بنقول له مع نحن معك لآخر نفس. بنشوفكم بكرة الساعة 9:30 بتوقيت الجبل وبتوقيت ضيعة جنوبية أخرى مثل اليوم كانت بنت جبير. إن الله راد رح يكون في محيبيب وعيترون وكتير ضيع يعني وبيت يحون. والشكر الكبير للدكتور وسيم بزي، على أمل أن تبقى المقاومة صامدة وتمنع هذا العدو المتوحش من تدنيس أرض الجنوب المقدس. تصبحوا على ألف خير.